بكم مجددا، وبنبدا معاكم فقره حواريه جديده في برنامجنا هذا الصباح. ووزاره الصحه بتطلق حمله تنميه مصر طفلين وبس بالبحيره، وطبعا احنا كلنا عارفين الارتباط بين الزياده السكانيه والنمو الاقتصادي. لو اتكلمنا عن الزياده السكانيه، هناك 2.5% تقريبا زياده سنويه في اعداد السكان، وبالتالي النمو الاقتصادي ربما لا يتناسب مع هذه الزياده السكانيه، حيث لابد ان يكون هذا النمو 3 أضعاف الزياده السكانيه في العام، وهذا لم يتحقق على أرض الواقع. وبالتالي لابد من وجود خطوات عملية، وهناك حملات توعية يعني توضيح هذه الفجوة بين الزيادة السكانية وبين النمو الاقتصادي، وكيفية يعني تقليل هذه الفجوة والتغلب عليها وإيجاد الحلول المناسبة لهذا الأمر، حتى نستطيع يعني أن نقدم خدمة متميزة للمواطن تستطيع أن تليق به في المرحلة المقبلة، نتغلب على كثير من المشاكل والعقبات اللي هي موجودة. عايزين نقيم هذه الجهود اللي بتقوم بها وزارة الصحة لهذه التوعية، هذا ما سنناقشه مع ضيفتي الكريمة في هذه الفقرة، الدكتورة رندا فخر الدين استشاري الصحة الإنجابية. برحب بحضرتك دكتورة. أهلا وسهلا صباحك. اسمح لنا في البداية أن نتابع تقرير ثم نبدأ الحوار. بهدف مواجهة الزيادة السكانية، تواصل وزارة الصحة ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة حملة تنمية مصر طفلين وبس، وهي حملة خاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي كان آخرها بمحافظة البحيرة لتنمية الوعي بهذه المشكلة. وتهدف الحملة إلى الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية لنشر الوعي الصحي بها والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بين فترات الإنجاب. ولإنجاح الحملة يتم الاستعانة بنواب وإخصائيين في تنظيم الأسرة لتقديم خدمات تنظيم أسرة ذات جودة عالية ومجانية لخدمة المواطنين في جميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة. كما تقوم المشاركات في الحملة بعمل حصر للسيدات غير المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، وذلك لاستهدافهم من خلال الزيارات المنزلية للترويج للحملة وخدمات تنظيم الأسرة التي يتم تقديمها. وتستهدف الحملة أيضا الوصول بمعدلات سكان في عام 2020 إلى 112 مليون نسمة بدلا من 130 مليون نسمة كما هو متوقع. وتركز الاستراتيجية القومية السكانية المنضبطة بين عامي 2017 و2030 تركز على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية وإعادة توزيع الكثافة السكانية. ولتحقيق ذلك يؤكد البعض ضرورة تضافر كل الوزارات والهيئات المعنية والمحافظين، بالإضافة إلى دور الإعلام والمشاركة المجتمعية لتحسين المؤشرات السكانية، بما يؤدي إلى انخفاض عدد المواليد سنويا. إذن دكتورة رندا، خلينا ننطلق من أهمية وجود هذه المبادرات التوعوية لتوعية المجتمع المصري بمخاطر الزيادة السكانية، ولابد أن يساعدوا في النمو الاقتصادي من خلال تقليل عدد السكان. هو طبعا ده المفروض يبقى المشروع القومي المصري، لان احنا طول ما احنا في معدل الزياده السكانيه الموجود دلوقتي احنا مش هنحس باي تغيير او اي نمو اقتصادي بيحصل، لان مع الزياده السكانيه هي بتاكل اي نمو اقتصادي. احنا لازم نعدي 3% 3 أضعاف الزيادة السكانية عشان أقدر 3 أضعاف الزيادة السكانية كنمو اقتصادي عشان أحس براحة شوية. فإحنا كل ما هيزيد النمو عدد السكان كل ما أنا النمو الاقتصادي بتاعتي مهما زدت أنا ما عدتش 3 أضعاف. فده الشغل اللي لازم أشتغل عليه من جهتين، يعني موضوع أن أنا أطلع قوافل طبية وتنظيم أسرة مش هو الطريقة الوحيدة للحل، مش هو الاتجاه الوحيد المفروض امشي. كل ما اجي اعمل حاجه عشان خاطر الزياده السكانيه اروح طالع قوافل تنظيم اسره او اعمل العيادات انزل اطباء، لا انا محتاج اشتغل على وعي الناس، محتاج احشد الناس واعمل تعبئه مجتمعيه على القضيه. انا عندي قضيه، هي الموضوع مش بس ان عدد الاطفال بيزيد انهم بيخلفوا كتير، احنا خلينا الناس كرهوا كلمه طفلين وبس. هم مش عايزين يسمعوها، احنا عايزين نتكلم بمنظور مختلف شويه، منظور التنميه. انا عايز ولادي شكلهم ايه؟ عايز لهم تعليم احسن، عايز لهم صحه احسن، عايز لهم مساكن احسن، عايز لهم طرق احسن، عايز لهم يعيشوا في راحه، جو ما فيهوش تلوث. هو ده اللي انا عايز اوصله للمجتمع.
مش ان انت استخدم وسائل تنظيم اسرة عشان تجيب لي عيلين وبس، عشان انت عبء على المجتمع. ده الصورة اللي واصلة للشعب. طيب. وده احنا مش عايزينه. طيب يعني احنا معنى كده اللي احنا عايزين نأكد على رسالة لكن بشكل مختلف بتتناسب مع ما نعيشه الان مثلا من تحديات وظروف مثلا بحيث لا تؤدي هذه الحملات التوعوية الى نتيجة. طب لو قيمنا اللي هي الحملة بتطلقها وزارة الصحة في هذا المجال وهي تحت عنوان تنمية مصر طفلين وبس، هل هي بتحقق هذا الهدف وهذه الرسالة ام محتاجة بعض التعمق، بعض الاسماء المختلفة، بعض الاهداف المختلفة وغيره؟ لا محتاجة تغيير الاسم. طفلين وبس ديت مش عايزين نذكر عدد. طب انا ممكن واحد يجيب طفل واحد بس، مش عايز طفلين، انا مش عايز طفلين، هجيب واحد بس. فانا مش عايز احدد اعداد، انا عايز احدد فكر. انا العدد الاطفال دوت ليه مش هجيب عدد اطفال كبير؟ لان انا عايز مستقبل احسن. طيب عشان اعمل المستقبل الاحسن ده يبقى لازم يبقى عندي فكر منطقي بقيم على اساسه امكانياتي وقدرتي على تحديد المستقبل الاحسن او تحقيقه. طب انا هجيبها ازاي ديت من غير ما حد يوضح لي، من غير ما حد يشرح لي هي ايه القضية السكانية، ايه دور الشباب في حل مشكلة المشكلة اللي احنا فيها. هم دلوقتي دمجين الشباب في اي حاجة خالص. بقية الوزارات يعني التقرير قال ان هو مشاركة بقية الوزارات، فين مشاركة بقية الوزارات؟ فين مشاركة المجتمع المدني؟ هي كل اللي اتقال ان عيادات السبتة واطباء اخصائيين والقوافل الطبيه. طيب فين دور بقيه مثلا وزاره الثقافه؟ ليه ما تعملش زي مسرح توعوي؟ وزاره التربيه والتعليم ما يتعملش ليه مناهج اللي هي اكسترا، اللي هي مناهج لا صفيه يتقدم فيها توعيه عن الصحه الانجابيه، عن اهميه ان اولادنا يبقى صحتهم احسن، متابعه الحمل تكون ازاي للولاد اللي في المراحل مثلا المدارس الفنيه اللي في ثانوي يبقى عندهم وعي، دول داخلين على جواز يبقى انا بجهزهم. اللي مثلا الشباب اللي في الجامعه هو ده خارج على سوق عمل، طب انت خارج على سوق العمل تبقى مؤهل، وانت خارج انت هتعمل ايه في حياتك المستقبليه؟ يبقى انا بجهزه. كل ما هرفع من وعي المجتمع وارفع من وعي الشباب هو لوحده هياخد القرار ان انا مش هخلف كتير. لكن لما انا اخد له القرار واقول له لا هم طفلين وبس، المجتمع بيعند. يعني معنى كده هذه الاسماء او هذه الحملات ربما بتاتي بنتائج عكسيه او سلبيه في نهايه المطاف. طيب لو اتكلمنا عن الشرائح المستهدفه اذا تم وضع في الاعتبار النقاط اللي احنا بنتكلم عليها والرساله والهدف اللي احنا بنتكلم عليه، الشرائح المستهدفه هل هذه الحملات كمان بتستهدف شرائح معينه ام هي يعني برضو بدون هدف او بدون خطه في هذه الموضوع؟ هي مركزه على السيدات في المرحله العمريه اللي هي مرحله الانجاب، اللي هي من 18 ل 49 سنة. هم مركزين على كده، الست ما بتتجوز وهتخلف، لأن أنا راح بوجه الخدمة لمين؟ للي هتستخدم وسائل تنظيم الأسرة. لكن أنا ما وجهتش للشباب اللي هم هيخلفوا بعد كده، اللي مقبلين على الزواج ده، هم دول المفروض يبقى رسالتي موجهة لهم. هم أدمجهم في التنمية. أنا لازم، أنا بشتغل على حاجة اسمها التنمية المستدامة، وده كل خطتنا المستقبليه هي حاجه اسمها التنميه المستدامه. هشتغل ازاي على تنميه مستدامه وانا الشباب بتوعي مش دمجهم في اي حاجه؟ انا بشتغل على كل على السابق بنفس الفكر القديم اللي هو ما فيهوش اي تجديد، ما فيهوش اي افكار مبتكره حديثه. بنزل قوافل طبيه، بنزل بعيادات واخصائيين يشتغلوا في العيادات. مش هو ده الفكر خالص اللي هيغير. انا محتاج الشباب نفسهم هم اللي ينزلوا يوعوا في الشارع ويقولوا لا يا جماعه احنا عايزين مستقبل احسن. انا لما هتجوز، طب انا هتجوز وانا اعدي سن المناسب للزواج، مش هتجوز بدري يبقى انا كده بحارب زواج الاطفال. لما هتجوز مش هجيب غير عدد محدد من الاطفال عشان اقدر اربيهم كويس، عشان انا عايز مستقبل احسن لاولادي. كل ده اللي هيعمله مين؟ الشباب اللي هم معديين 60% من المجتمع. تمام. طب خلينا نتكلم على ارض الواقع. احنا بنقول احنا عندنا فئه شبابيه او مجتمع فتي ب 60% من الشباب اللي هم موجودين، عندنا زياده سكانيه الى حد ما داخل المجتمع. ازاي احنا نستثمر هذه القوه اللي هي موجوده؟ ممكن هي كمان لو لها سلبيات في بعض الايجابيات اللي احنا ممكن نستغلها بالفعل. الامر واقع موجود في المجتمع المصري. ازاي احنا نستغل هذه القوه البشريه اللي موجوده داخل المجتمع في عمليات التنميه؟ واحنا بنشهد دلوقتي مشروعات كبيره ومشروعات قوميه في توسع في المدن وغير ذلك من الامور، ندفع بهذه القوه واستثمارها بالشكل الامثل
في المرحله المرحلة. رقم واحد تاهيلهم. الشباب عندنا غير مؤهلين، يعني هم بيتخرج من الجامعه او بيتخرج من المدارس الفنيه هو غير مؤهل للانخراط في سوق العمل، هو واخد حاجات نظريه لكن عمليا هو غير مؤهل نهائي. فانا لازم اولا المناهج التعليميه يبقى فيها جزء كبير يتعدى 60% او 70% عملي، عشان انا يبقى طالع من الجامعه او طالع من المدرسه الفنيه هو جاهز لسوق العمل مش لسه هيتدرب. دي اول حاجه. تاني حاجه المشاريع بقى بتاعه او المبادرات التنمويه، الشباب دوره ايه في تنميه البيئه المحيطه بيه؟ لازم يبقى له دور، يعني ما ينفعش ان هو يبقى سلبي، ما ينفعش ان هو يبقى ماشي مثلا والطريق بتاعه مش متسفلت. تمام، سهل جدا مجموعه من الشباب ينزلوا يقولوا احنا الشارع بتاعنا ده لازم هيتسفلت، لو جمعوا من كل شقه 10 جنيه ولا 20 جنيه في الشارع كله هيقدروا يسفلتوا الشارع، هيقدروا ينظفوه. طب المبادرات دي هتيجي من مين؟ ما هي مش الشباب. لو قلنا يا جماعه احنا هنعمل مثلا ما عنديش حد بيجمع القمامه، طب احنا هنعمل باسكتات للقمامه كبيره او وهتتثبت عشان في ناس بيقولوا بتتسرق، وتتثبت في مكان بحيث انها ما تتسرقش، كل واحد مسؤول انه ينزل يحط الكيس بتاع القمامه بتاعه في الباسكتات الكبيره ديت وتكون على ابعاد قريبه من بعضها بحيث ان الشوارع تنضف. تشجير الشوارع او ان احنا نعمل زراعات بسيطه في بعض الاماكن اللي مثلا لو عملنا بدل ما بنعمل شجر ملوش اي لازمه، لو عملنا شجر مثمر يبقى احنا ساهمنا. الشباب ممكن يعملوها الافكار دي كلها، انا بقول افكار وهم ممكن يطلعوا بافكار احسن من كده بكتير جدا. لو عملنا شجر مثمر واحد جعان ماشي في الشارع هيعدي ياخد ياكل اي حاجه، يبقى انا بحط حلول. الشباب عندهم افكار رائعه، من ضمن الافكار اللي يعملوها نعمل توعيه في المجتمع. انا ممكن بدل ما معتمدين بس على الرائده الصحيه اللي جابت لي نتيجه في 2014 المسح السكاني الصحي 2014، نتيجه شغل الرائده الريفيه في او الرائده الصحيه 7% ومصروف عليهم مليارات توعيه، وفي الاخر الامباكت بتاعهم او النتيجه بتاعتهم كانت 7%. طب ما انا استغل الشباب ادربهم على الرسائل الصحيه والرسائل السكانيه واقول لهم يا شباب انطلقوا، انتوا هتبقوا الرساله بتاعتي او انتوا اللي بتنقلوا الرساله في وسط المجتمع، يبقى انا بخليه هو بينقل الرساله وهو اصبح مقتنع بيها فبالتالي هيحققها في حياته بعد كده. كل ديت تبقى وسائل اقدر استفيد بيها عن طريق الجامعات، عن طريق المدارس، عن طريق وزاره الثقافه، عن طريق وزاره التربيه والتعليم. ده بيخلينا بقى نسال السؤال اللي جاي بقى كمان دكتور، فكره اللي هي التكاتف بين مختلف مؤسسات الدوله، خاصه ان هي معنيه، بنتكلم عن التعليم، بنتكلم عن الصحه، بنتكلم عن الثقافه، بنتكلم عن مختلف الوزارات اللي هي موجوده، ازاي بالفعل ان احنا نفعل دور هذه الوزارات، يكون هناك خطه استراتيجيه واضحه متكامله بين هذه الوزارات، ما فيش تعارض وتضارب في المصالح. ده هو تكامل. تكامل، كلنا بنتكلم بحيث ان احنا بنخدم على هدف معين واحد بنوصل له، هل ده موجود ولا احنا بنفتقده؟ موجود حضرتك في الاستراتيجيه القوميه للسكان والتنميه 2015-2030 ده موجود ومحطوطه الخطه، بس ما فيش تفعيل للخطه بطريقه واضحه. احنا محتاجين نفعلها صح، محتاجين شراكه المجتمع المدني. المجتمع المدني لو دخلش بقوته كلها في حل مشكله القضيه السكانيه مش هتتحل. طيب لو اتكلمنا عن دور المجتمع المدني، يعني ايه اللي ممكن يقدمه دور المجتمع المدني في المساهمه في هذه القضيه ومساعده مؤسسات الدوله المختلفه؟ حشد وتعبئه المجتمع، هو ده دور المجتمع المدني، اللي بيوصل الرسائل صح هو المجتمع المدني. بص حضرتك احنا شعب عنيد وشعب ما بيحبش ياخد الكلمه من جهات حكوميه، لكن لما يجي لك مجتمع مدني ويتكلم معاك انا منك وبقول لك الرساله كذا 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 كذا، هتسمع لي ولا لا؟ أكيد هتسمعني، هتحس إن أنا قلبي عليك، أنا بقدم لك خدمات تانية كتيرة، أنا مش جاي بس أقول لك طفلين وبس، لأ ده أنا بشتغل معاك في إن أنا بساعد ولادك في دروس تقوية، بشتغل معاك بقدم لك دعم تغذية وبنزل معاك وبقدم المساعدات اللي بقدر عليها كلها كمجتمع مدني، فبالتالي في ثقة للناس في المجتمع المدني. فلما يجي يتكلم معاه ويقول له أنا عايز مصلحتك في المرحلة الجاية وهندرب الشباب وندمجهم معانا، هو مين اللي يقدر يدرب الشباب؟
هو المجتمع المدني هو اللي بيقدر يحشد الناس دي ويجيبهم ويشتغل معاهم ويعمل شبكات في كل المحافظات يقدر يخليهم يشتغلوا على القضية. لكن المؤسسات الحكومية لوحدها ما بتقدرش توصل، ولازم لازم لازم الجهات دي تعترف بكده وتعترف بدور المجتمع المدني. طول ما مهمش المجتمع المدني في قضية القضية السكانية مش هتتحل. لابد اللي هو يكون في تعاون وتكاتف، ولغايه دلوقتي كده ده يمكن مش ظاهر على الساحه او موجود خالص دلوقتي، كل بيستند الى مؤسسات الدوله اللي هي بتقوم بهذا. وعلى فكره بمنتهى الصراحه انا بقولها لحضرتك، كل ما بنحاول ندخل عشان نساعد بيزقونا ويهمشونا. طب ايه الهدف او ايه المشكله في ايه بالظبط يعني؟ ما فيش ثقه في المجتمع المدني، مش قادرين يثقوا في المجتمع المدني، رغم ان احنا كل هدفنا هو اصلاح هذا المجتمع عشان مستقبل اولادنا يبقى احسن. طيب هي لو اتكلمنا عن ازمه الثقه، ربما هناك ازمه ثقه في المجتمع المصري بشكل عام حقيقي. بشكل كبير، وفي فجوه في التواصل، وفي فجوه في التوعيه، وفي مجال للشائعات اكثر منهم مجال للثقه بين الاطراف المختلفه داخل الدوله. اذا احنا نواجه هذه المشكله بالفعل حتى يكون هناك جسور ثقه بين مؤسسات الدوله، بين المجتمع المدني، بين المواطن المصري في نهايه المطاف، لان احنا كلنا مصلحه مشتركه في الاخر وبنصلح بلدنا. والله احنا بنحاول بقدر الامكان، يعني بنسعى بكل الطرق ان احنا نبقى متواجدين في كل حاجه بتعملها الدوله. يعني اي اجتماعات بيطالبوا ان احنا نبقى حاضرين فيها بنحضرها، اي مقترحات بيطلبوا ان احنا بنقدمها بنقدمها، اي افكار اي انشطه بيطلبوا ان احنا ننفذها بننفذها. بس المهم ان احنا نبقى متواجدين كلنا مع بعض، ما حدش مننا بيطلب ان هو يستحوذ على حاجه لوحده، وفي الاخر اسامينا كلنا هتتنسي. المهم مصر في الاخر، المهم البلد دي هتبقى مستقبلا كلنا الكراسي زايله. تمام. لكن اللي باقيه هي مصر. تمام. فلابد طب لو اتكلمنا عن دور وسائل الاعلام دكتوره رندا في هذا المجال، ممكن كنا شفنا في فترات سابقه بعض الحملات الناجحه ممكن كلنا بنتذكرها حتى الان. لماذا لا نستفيد من مثل هذه التجارب، مثل هذه الحملات مره اخرى، نعيدها بشكل مختلف ربما تتناسب مع الوضع القائم في المجتمع المصري؟ احنا يمكن بنشوف الامر ده يمكن مختفي دلوقتي، اصبح كل وسائل الاعلام بتركز على الربح وغير ذلك من الاهداف الاخرى غير اللي هي الاهداف القوميه اللي هي موجوده. ليه؟ هقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، مفيش دعم مادي. كل ما نيجي نعمل حملة كويسة وقوية مفيش دعم ولا تمويل ليها، فبالتالي بتقف. يعني في حملات جاهزة بالخطة بتاعتها بكل حاجة، بس مفيش تمويل. مفيش التمويل اللازم ليها. اللازم ليها. هل ده بسبب مثلا الأوضاع الاقتصادية اللي هي بتمر بها البلاد؟ طبعًا مثلا طبعًا احنا بنحاول ندور لها على تمويل دلوقتي. يعني الخطة جاهزة، العالمية موجودة ومحطوط لها كل حاجة بالكامل، بس ما فيش تمويل، فبنحاول نجيب تمويل. عشان حضرتك عارف ان انا عشان ابث الدقيقه الواحده بتكلفنا قد ايه. تمام. فكل ده محتاج، يعني ده محطوطه في الخطه الاستراتيجيه، وتعاوننا مع عدد من الاعلاميين المتميزين في وضع الخطه ديت، وازاي نوصل بيها برسائل مختلفه تماما عن اللي كانت موجوده بتاعه طفلين وبس والحاجات دي كلها. شلنا خالص قصه تنظيم الاسره، وشلنا خالص قصه الاطفال، لان هو مش هو ده هدفنا، احنا بنتكلم عن التنميه. بس كل اللي محتاجينه هو التمويل. طيب احنا لو كلمنا كمان دكتوره عن اللي هي الشرائح اللي هي موجوده في المجتمع اللي هي بتنتشر فيها قصه يعني الزياده السكانيه بشكل كبير، يعني احنا كنا بنتكلم نقول الطبقه العليا والطبقه يمكن تحت المتوسطه بشويه هي دي. طب ليه التفاوت ده اللي هي موجوده؟ الطبقه العليا ممكن ربما مدركه اكثر ثقافه اكثر علما وغير ذلك من الامور، ازاي هي برضه بتتجه في هذا المجال وممكن مش مدركين خطوره ما يقومون به برضه في نفس بالظبط؟ يعني يمكن الطبقه الدنيا هي بتبص شويه ان الطفل ده هيجيب لها ربح او هيجيب لها دخل اقتصادي فبتشغله. الطبقه العليا هو شايف انا قادر ان انا اربي، طب ما اخلفش ليه؟ ما عندوش الفكره ان الطفل ده هو بياخد حق طفل تاني. يعني يمكن الطبقه المتوسطه هي اكتر طبقه بتفكر شويه قبل ما تجيب طفل كمان زياده، لان هي عايشه، هي بتصرف على كل حاجه تقريبا. الطبقه المتوسطه هي اكتر طبقه يمكن متضرره من الظروف الاقتصاديه الحاليه، لان هي بتدفع مصاريف مدارس، بتعالج ولادها على حسابها، كل حاجه ساكنه لازم تعيش في مستوى اجتماعي معقول، فبالتالي هي اكتر طبقه تعبانه. فعشان كده بتحسب كويس قوي وبتفكر ان مستقبل ولادها هيبقى شكله ايه،
الطبقة المتوسطة مختلفة شوية، إن هي بتفكر في أنا المنتج بتاعي ده طفل ده منتج، المنتج ده هيبقى شكله إيه، أنا عايزه ده جودة عالية، طبعاً أكيد. فبالتالي عايز أربيه كويس. فطفلين أو واحد، أنا ده في عائلات دلوقتي بتكتفي في طفل واحد في الطبقات المتوسطة. الطبقات العليا لا، هو عنده الإمكانية فمش فارقة معاه، فبالتالي يقول لك أجيب اللي أنا عايزه، أنا هصرف، أنا مش فارق معاه. طيب لو اتكلمنا بقى عن التوعية، ربما مخاطبة الفئة الدنيا غير مخاطبة الفئة المتوسطة غير مخاطبة الفئة العليا، تمام؟ فاحنا في اي حمله توعيه موجوده مثلا، ومن ضمنها الحملات اللي احنا بنتكلم عليها النهارده اللي هي بتاع وزاره الصحه تنميه مصر لطفلين وبس، هل بتضع في الاعتبار يعني لغه الخطاب لكل فئه محدده ام هي لغه واحده بتوجه للجميع؟ لغه واحده حضرتك شايف وسمعنا في التقرير، انا شايفه ان هي لغه واحده. انا ما اتكلمتش، عارف حضرتك، هو انا يعني اللي انا فهمته من الموجه، احنا مركزين قوي على حاجه اسمها الحاجه الغير ملباه. في عندنا نسبه حوالي 13% من السيدات مش واصله لهم الخدمه، فاحنا بنحاول نوصل لهم الخدمه. احنا عندنا نسبه استخدام وسائل تنظيم الاسره في مصر حوالي 58% تقريبا يعني. ف 13% من السيدات ما بتوصلهاش، عايزين الخدمه بس مش واصله لهم، فبيقول لك ايه، طب انا اغطي 13% دولت اوصل لهم الخدمه، يبقى انا لو قدرت اغطيهم ال 13% دول على ال 58 يبقى انا عملت انجاز. لا، مش هو ده اللي احنا بنفكر فيه. انا عايز اغير فكر المجتمع. يبقى بيفكر صح، مش فكر بس مبعدة بين الولادات. فأنا شايفة أن الرسالة هي واحدة ما بتتغيرش، هي رسالة واحدة وبالتالي اللي تؤتي النتيجة اللي احنا نستهدفها واللي احنا عايزينها في نهاية المطاف. طيب اقتراحاتك بقى في المرحلة اللي جاية، أو اللي احنا ناخد في الاعتبار ايه في المرحلة اللي جاية، بحيث اللي احنا بنحقق الأهداف اللي احنا عايزينها، وبنوجه برضو رسالة للمجتمع المصري لكل من يشاهدنا الآن، يا جماعة خلي بالنا، أي يعني الملف ده ملف حي ومهم جدا. ولابد اللي احنا نلتفت بيه ونخدم عليه كلنا، لأن هي مسؤوليتنا كلها مسؤولية مشتركة في نهاية المطاف. الملف ده في خطورة الإرهاب، لأن هو الطريق إن أنا بيطلع لي حد دماغه مش جاهزة، فبالتالي أي حد ممكن يلعب فيها فهيتوجه لتطرف في أي جهة من الجهات. فلازم نشتغل على الملف ده كلنا، يبقى لازم التكامل والشراكة دي مهمة جدا. الحاجة التانية دمج الشباب، أنا عندي عدد كبير هائل من الشباب ما بيشتغلش، ما بيعملش أي حاجة، ملوش دور مجتمعي. لازم كلنا يبقى نفهم يعني إيه مسؤولية مجتمعية. أنا مش موجود في المجتمع ده مجرد إن أنا آكل وأشرب وأنزل أشتغل كام ساعة الصبح وأرجع أنام. لا، المجتمع ده أنا جزء منه، يبقى لازم أشتغل على إصلاحه. تمام. يبقى لازم أفهم الرسالة دي أوجهها للشباب. فأتمنى ان احنا نقدر ننفذ ده خلال المرحله الجايه. احنا كمان نتمنى ان شاء الله تكون رساله وصلت بالفعل، واللي احنا بنوصل لحمله توعويه شامله بالفعل تحقق رساله والهدف بما يخدم الصالح العام في نهايه المطاف ان شاء الله. انا بشكرك الدكتوره رندا فخر الدين، استشاري الصحه الانجابيه. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره، لكن فقره هذا الصباح مستمره معكم بعد فاصل والاخبار الاقتصاديه مع الزميله الاء حامد.